هنالك أيضا حديث عن تمديد الفترة الانتقالية. نحن كحزب نرفض تمديد الفترة الانتقالية، ونعتقد أنه مفروض تقوم الانتخابات في موعدها. تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي لماذا تأخر حتى الآن؟ طبعا هذا سؤال المليون. هو طبعا يعني المجلس التشريعي كان مفروض يكون قبل بعد. هناك اتهامات لقوى الحرية والتغيير، يعني عشان السؤال يكون فيه إجابة ممكن تكون مختلفة، لأن السؤال ده أنت سألته كثير، يعني في اتهامات لقوى الحرية والتغيير بأنها لا ترغب في تشكيل المجلس التشريعي لأهداف سياسية تخصها، أو أنها تتعرض لضغط من جهات أخرى شريكة في الفترة الانتقالية لعدم تشكيل المجلس التشريعي. مش مهندس، أنا أنقل لك ما يدور خمسة وجهرا في الشارع. هاي تعرف ناس طبعا ذاتي بمشي في الأسواق وفي الشارع السوداني وبسمع الكلام ده كله يعني، لكن ربما يكون في ناس عندهم نوايا دايرين الوضع ده كما هو عليه، وتستمر وضع الانتقال بالشكل ده كده لأنه كويس معهم، يمكن حققوا فيه مكاسب. لكن أنا أعتقد أن التوجه الرسمي المتفق عليه في الحرية والتغيير أنه هم عايزين المجلس التشريعي يقوم، لكن طبعا برضو هسه هم في مأزق، لأنه التأخير هسه على الأقل بعد اتفاق السلام وزعت النسب، وعنده التأخير هذا من الحرية والتغيير، يجب أن نعترف بهذا، ما قدرت التسمي ممثليها في المجلس التشريعي لأسباب متعلقة بخلافات الحرية والتغيير في التنسيقيات في الولائية تحديدا، في أماكن فيها أكثر من حرية وتغيير، في أماكن ما متفقين وهكذا، فهذه مسؤولية الحرية والتغيير، وأعتقد استهلك وقت طويل، لأنه نحن ما دايرين أن نحن كحزب ذاته ساهمنا في أنه الاختيار بتاع الممثلين في البرلمان يتم من الولايات، مش الأحزاب تختار مركزيا هنا، لأنه فكرة تصدير النواب دي فكرة بائسة، حولنا الموضوع أو نسبة كبيرة من المقاعد دي للولايات، لكن حصلت خلافات في كثير أو في بعض الولايات وبتجري معالجتها رغم أنها أخذت وقت طويل، لكن طبعا هسه أصبح الوقت ضاغط، وأعتقد وطبعا ده كله متعلق بالتشرذم قوى الحرية والتغيير ما بذلناه أخيرا في الإعلان السياسي في محاولات التوحيد، أعتقد أنها بتصب في خانة الإسراع بتكوين المجلس التشريعي. نعم، وأيضا يوصف الأداء العام للمكون المدني في الفترة الانتقالية بالضعف مقارنة بالمكون العسكري أو السلطات أو الصلاحيات أو ما. طبعا هو يعني ما دار يعني كلامه صحيح، في ضعف في الأداء سواء كان الحكومة أو القوى السياسية، يعني الحكومة الأولى والثانية حتى الثانية فيها إشكالات، يعني ما زلنا لم نرتقي إلى مستوى الأداء المقبول الذي يمكن أن يواجه أن يكون بمستوى التحديات، وده كله برضو العامل الأساسي فيه هو التفرق، التفرق بمعنى الفرقة مش بالغين، وعدم وجود يعني ما في رؤية واحدة متفق على لمخاطبة قضايا الانتقال. في عناوين رئيسية كانت في ميثاق الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية إصلاح الاقتصاد، سياسة خارجية متوازنة، أكيد لما تجي للتفاصيل دائما يكون في الشيطان، الناس عجزوا في انه يدوروا الزوايا الحاده، لكن هذا ليس برضه مدعاة للاستسلام للواقع، هذا يجب ان نمضي. وطبعا في مبادره رئيس الوزراء مطروحه في الساحه في الشغل بتاعنا في الحريه التغيير، نتمنى ان تفضي الى خلق جبهه سياسيه كبيره لا تعزل احدا من قوى الثوره وقوى الحريه التغيير، وتتفق على برنامج لمخاطبه قضايا الواقع كلها بما يقوي هذا الاداء يعني، ويجب ان يكون هناك في تقييم مستمر الحقيقه للاشخاص سواء كان في مجلس السيادة أو في مجلس الوزراء أو الولاة، يكون عرضة لتقييم مستمر بوسائل علمية، وأهم شيء أنه تكون هناك آليات الضبط والرقابة موجودة اللي هي من ضمنها وعلى رأسها المجلس التشريعي، مفوضية مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية، هذه آليات يجب أن تكون موجودة عشان السلطة التنفيذية ما تمشي على كده من غير رقابة.